دافنشي هو من البرامج المهمة والمنافسة لأقوى برامج المونتاج كبرنامج بريمير وفاينل كات. ليش هذا البرنامج مهم وقوي؟ لأن أولا هو مجاني تماما، ثانيا يحتوي على إمكانيات مذهلة جدا وعالية، وطبعا حسب استخدامي على هذا البرنامج، برنامج خفيف وسهل وبسيط في نفس الوقت. طيب طبعا إذا نجي بالجوجل نكتب دافنشي ريزولف ونذهب على أول خانة اللي هي موقع الشركة. طبعا هذا البرنامج تابع لشركة بلاك ماجيك اللي هي الشركة الشهيرة المختصة في إنتاج كاميرات السينما. وطبعا هذا البرنامج بعد ما ندخل إلى الموقع راح ننزل إلى الأسفل تقريبا، يعني مثلا بهذه المنطقة software. طبعا عندنا نسختين، نسخة مجانية ونسخة مدفوعة اللي هي سعرها تقريبا $300. والنسخة المجانية جدا رائعة ومؤهلة جدا للمونتاج، وإن شاء الله راح تشوفونها جدا كافية بعمل المونتاج. جيد، عندما نضغط على داونلود راح يتم تحميل الملف.